السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم وهنشوف مع بعض ديجيتال بلو فوم. هو موقع على الإنترنت بيعمل تحليل لمجاورة كاملة من ناحية الشمس زي ما أنت شايف، من ناحية الظلال. لو أنت هتشتري حتة أرض مثلا زي هنا، إيه أفضل تصميم هيكون موجود؟ فهنقول له أوكي، أقول له أعمل كريت لديزاينر، هيبدأ يديني أكتر من ديزاين موجود. نكست. ممكن بقى نستخدم الأداة هنا البنسل، بحيث إن إحنا ممكن نقسم المبنى من هنا لهنا لهنا لهنا، ولما تخلص دبل كليك يبدأ يجيبلك بالشكل دوت، يقولك اعمل تشغيل بحيث تشوف أفضل التصميمات. إحنا كده قسمنا، بدل ما هو كان مبنى واحد تقسم لجزئين، ممكن تقسمه أكتر من جزء. نكست. وبعد كده التارجت بتاعك هيكون قد إيه. تمام. فممكن تقول له مثلا انا عايز هنا مثلا 2 مثلا اهو، وهنا تبدأ بقى تشوف الاجزاء اللي انت عايزها. خمسين مثلا. تبدأ تشوف التارجت بتاعت الأجزاء اللي عندك، اتنين، هتقسم مبنى قد إيه، الـ GFA قد إيه، الـ سايت كفرش هتغطي مساحة قد إيه النسبة، والماكسيمم هاي قد إيه. تبدأ تشوف الإعدادات اللي أنت عايزها. الصن تقدر تتحكم فيها. الشمس هيت فبيبدأ يعمل لها الدراسة بتاعتها. ممكن تقول له أنا عايز الويندو، الخريطة بتاعت الرياح هيت. تمام. وعندنا برضو المنطقة الخاصة بالتضاريس، تبدأ تشوفها بالشكل دوت. وبعد كده تبدأ بقى تشوف الأناليسيس كلها، هي الأنباص، هي الشمس. تقدر تقول له أنا عايز أشوفها في السمر، عايز أشوفها في الشتاء، في الخريف، في الربيع، زي ما أنت عايز. الرياح برضو يبدأ يعمل لك تحليل ليها. تبدأ تشوف التحاليل، الحاجة اللي أنت عايزها. زائد ان انت تقدر تعمل اكسبورت للشغل بتاعك 3D او 2D او ملف اكسل لو انت حابب. هنا مثلا بتشوف الرياح، الويندوز، ولو انت عايز ترسم اي حاجة او تمسح اللي انت عايز اللي انت رسمته تقدر تتحكم فيها من هنا. زائد ان في اسيت مانجر موجود. Thank you.